ثم قال المصنف: وإزالة الحقد والغش من قلبه، وذلك أنه ما من داء هو أدوى للقلب وآذى على النفس من الغل والحقد. فإن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان في قلبه غل أو غش أو حسد على أخيه المسلم فإن هذه علامة سوء. ولا شك أن الحسد والغل يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن النكت التي أوردها أهل العلم أن من أزال الغل عن قلبه وأزال الحسد من نفسه في مقابل إخوانه كان ذلك سببا لسلامته ورجوعه من حجه. وذلك أن أهل العلم ذكروا أن إزالة الغل من القلب يكون سببا في طول العمر. ذكر عبد الملك بن قريب الأصمعي اللغوي الإمام المشهور أنه كان في البادية فرأى رجلا قد طال عمره فسأله عن سبب طول عمره، فقال: لا أعلم شيئا من الأعمال إلا شيئا فعلته، وهو أني لا أحمل على أحد غلا. ولذا ففي هذا نكتة متعلقة بالحج، أن تطهير النفس من الغل وإذهاب ما في القلب من سخيمة الحسد سبب بإذن الله عز وجل لسلامة البدن وطول العمر إن صح ما جاء فيه من الأخبار. والمقصود من ذلك أن الإنسان يحرص دائما على أن يطهر قلبه، وخاصة عند بعض المواسم ومنها موسم الحج. ولنعلم أن المسلم غالبا ما يكون حسده لمن شاركه في شيء، فالمرء إذا شارك آخر في قرابة فيكون بين القرابات ما يكون بينهم كما في الحديث، والمرء إذا شارك آخر في جوار فقد يكون بين الجوار بين الجار ومجاوره من بعض التصرفات التي يفسرها جاره ما يكون سببا لغل أو حسد. وقد يكون سبب ذلك الاشتراك في تجارة وبيع وشراء، وقد يكون سبب ذلك الاشتراك في مهنة ومن المهن طلب العلم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكره حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الجليل العظيم جامع بيان العلم وفضله، قال ابن عباس رضي الله عنه: إن طلبة العلم يتحاسدون أشد من تحاسد التيوس في زربها. المقصود أن كل صاحب ذي مهنة قد يكون بينه وبين من اشترك معه بحسد ونحو ذلك. ولذلك نجد طلاب العلم في الدراسة تجد الأول والثاني يتحاسدون ويتنافسون، وربما سعى بعضهم لبعضه لأستاذه ونحو ذلك. فالمقصود أن المرء يحرص على تطهير قلبه دائما من الغل والحسد. ومن أعظم ما يكون سببا في تطهير القلب من الغل والحسد أن يدعو الله عز وجل بتطهير قلبه من الغل والحسد. إذا دعوت الله عز وجل أن يزيل سخيمة قلبك وأن يطهره في مقابل ما يكون للمسلمين فإن الله عز وجل مجيب الدعاء والسؤال ومعطيك ذلك، ومن أوتي ذلك فقد ارتاح قلبه وهنئ في معيشته وأيم الله، فإنه لا ينظر لأحد ولا يحسد أحدا. ثم قال المصنف: وانتفاء الحسد والكبر في جوارحه ولبه. فأما الحسد فمتعلق بما سبق كالغش والحقد، وأما الكبر فإن الكبر فإنه أشد الأدواء ضررا بالنفس، بل هو أسوأ الأخلاق كما ذكر أهل العلم رحمهم الله.